السلام عليكم، مرحبا بالناس اللي يشاهدوا فينا داخل الوطن وخارج الوطن. الناس اللي معنا نقول لكم مرحبا بكم في قناة شوبير الديزاد. اليوم الحصة تاعنا وين غادي نتكلموا على الزرزوري وين يغادر تجمع ناديه في تيس بالنمسا ويلتحق بمعسكر المنتخب المغربي الأولمبي، يعني الذي سوف ان شاء الله نتمنى لهم يروحوا لابعد نقطه علاش لا النهائي من اجل الميداليه الذهبيه للالعاب الاولمبيه في باريس. علاش لا؟ علاش فانك عندنا زوج منتخبات شمال افريقيا عربيه، وهي المنتخب المصري والمنتخب المغربي، وين المنتخب المصري كذلك، وين لعاب ذاك زيزو ذاك نيني فيها لعابه فانك تمناو لهم يعني ما يخرجوش دور الاول، نتمناو يروحوا بعيد فانك هذه. لكن انا وعد الناس غادي ناصر المنتخب المغربي بكل قوه ان شاء الله بربي. وغادر الدولي المغربي عبد الصمد الزرزوري لاعب ريال بيتيس الاسباني بعثه الفريق فريقه المتواجده في النمسا، متوجه صوب ديار يعني صوب فرنسا للالتحاق بالمنتخب الاولمبي استعداد لاولمبياد 2024 الحاليه. غادي تبدا لو 26. ونقل عن صاحبه ماركا الاسبانيه فان زرزوري سافر الى فرنسا يعني بعد ان خاض تدريبات جماعيه رفقه ريال بيتيس ايام الخميس والجمعه والسبت تحضير للموسم المقبل. وقالت صحيفة أن الجناح المغربي رغم تواجده في عطلة إلا أنه أصر أن يكون حاضر خلال فترة الإعدادية للفريق بيتيس والتي تسبق الموسم يعني الموسم الكروي. ووفق لماركا فقد حصل اللاعب على ترخيص من ناديه يسمح له بالغياب عن صفوف الفريق حتى انتهاء المشاركة المنتخب بلاده المغربي في بطولة أولمبياد باريس. ويذكر أن البعثة المنتخب المغربي الأقل من 23 سنة كانت قد حطت الرحال أمس يعني يوم الأحد يعني بالعاصمة الفرنسية باريس استعداد يعني للمشاركة في الدور الألعاب الأولمبية والتي ستجري خلال فترة ما بين 26 جويلية إلى 11 أوت المقبل. ماشي سهل اخويا، هذا كو جا هو ما كو جا الاخرى كريستال بالاس كو طقت هذاك رياض شادي. والله العظيم اي بو جدهم يخافوا يقول لك يدوا الميداليه، يقول لك عندهم لعابه ويدوا الميداليه وكل شيء. ميسي غادي ما يشاركش بالك، ميسي بالك ما يشاركش. ها رياضة اخر ما وصلش بكري يسموه حاكم زياش، ما وصلش بكري حاكم زياش. ها ايوا شو بير غادي دي شو غادي يدي غادي يدي هادي هي جامي يديها عندو ما يديها. شوفي دي ماريا يا دي ماريا انت يا شوفي انت دي ماريا انت يا حاسب انت دي ماريا ادى كاع لي تي تاع كرة القدم كاع كرة القاب ودا ومشتقاتها يعني ادى لي كاع الكؤوس ومشتقاتها اخويا مالك يعني. وبشر المنتخب نعاودو نولو نتكلمو حتى ما تخرجوناش من الموضوع خلونا في الموضوع. وبشر المنتخب المغربي الأولمبي استعداداته لمشاركة في دورة الألعاب الأولمبية باريس بالدخول في معسكر إعدادي مغلق بمركز محمد السادس لكرة القدم بالمنطقة المعمورة ضواحي العاصمة الرباط، وذلك في غياب أشرف حكيمي نجم باريس سان جيرمان الفرنسي. هما الحد راحوا لفرنسا زرزوري
وين وترى الجماهير المغربية على أشبال الأطلس للتألق في أولمبياد باريس بعدما توجوا بلقب كأس أمم إفريقيا 2023 بالمغرب مع المدرب السابق عصام الشرعي، والذي تم تغييره بمدير فني جديد طارق قبل فترة قصيرة على الأولمبياد. واختار المدرب 3 لاعبين من المنتخب الأول تتجاوز أعمارهم 23 عام، ويتعلق الأمر بالنجم الأسود الأطلس أشرف حكيمي ظاهر أيمن لنادي باريس سان جيرمان، وسفيان الرحيمي نجم العين الإماراتي، ومنير محمدي حارس مرمى نهضة بركان المغربي. المحمدي والرحيمي التحقا بالمعسكر المنتخب الأولمبي بالمغرب منذ بدايته قبل أيام، في حين يتواصل غياب أشرف حكيمي عن استعدادات عناصر المغربية لهذا الحدث الأولمبي الكبير. وفي سياق متصل يعني عن مصادر أن الاتحاد المغربي لكرة القدم وجد صعوبة كبيرة مع إدارة نادي باريس سان جيرمان للحصول على ترخيص بالمشاركة حكيمي في باريس في أولمبياد باريس. وأشارت المصادر إلى أن المفاوضات بين الطرفين، وفي ظل العلاقة الجيدة التي تجمع فوزي لقجع ورئيس الاتحاد كرة القدم في المغرب ونصر خليفي رئيس الفريق باريس سان جيرمان، تحصل المدير الفني المنتخب المغرب طارق على ترخيص بمشاركة حكيمي في الأولمبياد. وأبرز المصادر أن الطرفين اتفقا على أن يظل حكيمي مع ناديه لفترة معينة على أن يلتحق فيما بعد بمعسكر المنتخب المغربي. لذلك لم يظهر في الأيام الأولى من معسكر رفقة صفيان الرحيمي ولا علاقة للأمر بتراجعه عن المشاركة. الناس اللي قالك تراجع وما غاديش يلعبوا من اللعب. ويزخر المنتخب المغربي تحت 23 عام بمجموعة من المواهب الكروية الكبيرة والتي تنشط في أندية أوروبية مرموقة، وتسعى لفرض نفسها في قائمة المنتخب الأولمبي خلال مشاركة في أولمبياد، وعينها على الوصول إلى المنتخب الأول فيما بعد، وينافس المنتخب المغربي في المجموعة الثانية بأولمبياد باريس إلى جانب الأرجنتين والعراق وأوكرانيا، وسيفتح مشاركته بمواجهة الأرجنتين في 26 بلك عادية. المهم احنا كما يقول لك الله ينجحهم، تمنوا النجاح لخاوتنا. اللي يقول لك كيف تقول خاوتنا ودي خاوتك يا صاحبي على الشيطان وما او ذا امنت ولا وخاوتك أولا خاوتنا الإسلام، كلمة واحدة تجمعنا، كلمة لا إله إلا الله محمد رسول الله سي محمد أموالك أودي، أو كلمة لا إله إلا الله محمد رسول الله وين درتها أموالك وجبة سهلة ولا وجبة سهلة ولا على هذيك نقولوا بلي ودي المنتخب المغربي غادي يروح بعيد ان شاء الله بربي، نتمنوا له يروح بعيد، هذه هي نتمنوا يروح بعيد في المشوار تاعه، يستاهلوا خويا، خدموا خدموا، عندهم مواهب عندهم لعابه، هي شو بير وصول مبابي، ايه وصول مبابي خلعتني، شو بير عاجل شو بير وصول عاجل، ايه تخلع ما تسمعوا عاجل 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 عاجل.
ما تنساوش عطونا جيم كومونتير وبارطاجونا لي فيديو تاعنا، وان شاء الله دائما معكم بالجديد. اللي مشي ابوني معنا، وربي يحفظكم ويحفظنا معكم ان شاء الله.